لو انت عايز تشغل الخاصية دي على تليفونك تابع معايا الفيديو كده للنهاية. مجرد بس ما بتيجي تضغط عندك على السماعات اللي موجودة في تشات جي بي تي، هي تشات جي بي تي هاو ار يو توداي؟ ده كده بيتكلم باللغة الإنجليزية، تقدر كمان تكلمه باللغة العربية. هي تشات جي بي تي كان يو سبيك عربك؟ أريد أن أعرف ما هي الأخبار المتصدرة اليوم. طبقا لآخر التحديثات، إليك بعض العناوين الرئيسية للأخبار اليوم. واحد، اجتماع القمة الأمنية الأمريكية الروسية يواجه تحديات جديدة. الهند تعلن عن مزيد من التخفيف في القيود على كورونا وتستعد للتطعيم الشامل. تلاوت، يتصاعد في إقليم تيغراي بإثيوبيا مع تقدم قوات المعارضة. انتخابات برلمانية مصرية. بصراحة تشات جي بي تي طور من نفسه كتير جدا، تشات جي بي تي او، وده بشكل مجاني تقدر تنزله دلوقتي عندك على التليفون. هتخش على الرابط الموجود في الوصف اسفل للفيديو وتتابع معايا كده الشرح للنهاية. يلا بينا كده نبدأ الفيديو، لكن ما تنساش دعم بلايك وسبسكرايب ويلا بينا. بعد ما تيجي تنزل التطبيق بالشكل ده كده بقول لك مرحبا بك في تشات جي بي تي، اضغط عندك على كلمه متابعه وبعد كده بيسجل دخول، اضغط عندك بس على كلمه تسجيل علشان تستمتع بالمميزات اللي هو تشات جي بي تي او. دلوقتي اضغط عندي على كلمه تسجيل وبتسجل بحساب جوجل عادي جدا، اختار اي حساب من الحسابات بتاعه جوجل. ما عادش بقى جو ان هو يعمل لك حظر للدول المحظوره او في حظر للدول المحظوره، ما عادش في اي دول محظوره خالص. كل عليك بس بتعمل تسجيل دخول وبعد كده بتضغط عندك على كلمه متابعه. هتستنى كده شوية لحد ما يفتح تشات جي بي تي. طبعا انت بتستخدم تشات جي بي تي او ودي الفترة محدودة. دلوقتي كل اللي عليك بس تقدر تسجل صوتك او حتى كمان تكتب بالصوت. طيب عاوزين كده نشرح تشات جي بي تي بشكل سريع. طبعا ده اللوجو، ده مكان كتابة الرسائل، ده علامة الميكروفون. مجرد بس ما بتيجي تتكلم هو بيحول النص بتاعك او بيحول الصوت بتاعك لنص، مجرد بس ما بضغط عليها. يعني كم درجة حرارة الجو الطبيعية؟ انا بس مجرد باجي بعمل ارسال. طبعا هو بيكتب لي كل الكلام ده بشكل سريع جدا، يعني بقى اسرع واذكى في تشات جي بي تي او. تقدر بقى تستخدم الخاصيه اللي انا قلت لك عليها في الاول، الخاصيه دي اللي هي علامه السماعات دي، بتضغط عليها ضغطه وبعد كده بقول لك تعريف بالمحادثات الصوتيه. هنا بتبدا تشغل المحادثات الصوتيه لتشات جي بي تي. بقول لك ابدا التحدث فحسب، بقول لك من دون استخدام اليدين. عندك هنا يتم حفظ الدردشات، عاوز تعمل لها حفظ تمام. وهنا بقول لك يتم اكتشاف اللغه تلقائيا، بتتكلم باي لغه تعجبك انت. بس مجرد ما بتيجي تضغط عندك على كلمه متابعه بتختار اي لغه او اي لهجه انت محتاجها. يعني مثلا الشخصيه دي انا مرتاح لها، او الشخصيه دي، او الشخصيه دي، او الشخصيه دي. على سبيل المثال ان انا ممكن اختار الشخصيه الاولانيه وبعد كده بضغط عندي على كلمه تاكيد واقول له هنا سماح. ببدا اتكلم مع تشات جي بي تي بعد ما يتم الاتصال. هي تشات جي بي تي هاو ار يو؟ مرحبا، كيف يمكن تسجيل اليوم؟ كان يو سبيك عربك؟ لست اتحدث بلورس، كيف يمكنني مساعدتك؟ تشات جي بي تي، أريد أن أعرف كيف أصمم تطبيقات للأندرويد ومن أين أبدأ؟ للبداية في تصميم تطبيقات APK للأندرويد يمكنك اتباع هذه الخطوات. تعلم لغة البرمجة، يمكنك البدء بتعلم لغة جافا أو كوتلين وهما اللغة. طبعا هو بيبدأ يشرح لك كل حاجة بالتفصيل، مجرد بس ما بتيجي تسأله على أي حاجة هو بيجاوب عليك. تقدر تفعل الخاصية دي عندك على الجهاز بتاعك مجرد بس ما بتيجي تنزل التطبيق اللي سايبولك في الرابط المثبت في التعليقات او الوصف. يا ريت ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب، ولو احتجت حاجة اتواصل معايا في التعليقات وانا هرد عليك ان شاء الله. دمتم بخير، سلام.